حاجة من هذا القبيل. إذا شكر لك، أنا توا ندعم المسألة أنا شوفوا شنية جدوى منها، شنية جدوى معناها على مستوى جغرافي، مستوى على مستوى جغرافي خدر المسألة في المجال السنية فيها بعض تقسيم أقليم، تقسيم الأقليم هذية باش تكون فيه باش تكون هناك عندهم مقاييس، مقاييس متعلقة ب معناها مستوى التنمية، مستوى معناها اسم البطالة، مستوى الاندماج الاقتصادي، مستوى الاندماج الاجتماعي، مستوى الثقافي، يعني مستوى الثقافي معناها الاندماج الثقافي بين معناها مختلف ولايات، بمعنى وانه المسألة بعد نشوفوها من جانب نحتوى معاش مطالبين بانه مش عطيه بصورة سياسية وانه مش عطيه بصورة سياسية، عطيه جدوى لانه نعتبره انه باب السلطة المحلية إذا طبقوه كما هو يمكننا بالفعل من أن المواطن في كل جهة قادر على ممارسة السلطة، وقادر على تبويب الأولويات بتاعه كما يحبها، وقادر على أنه يصيغ برامج التنمية حسب أولويات الجهة وحسب معناها آليات الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية أساسا، لأنه الديمقراطية التشاركية تقتضي مشاركة المواطن عن قرب في أخذ القرار، في تنفيذ القرار، وفي مراقبة القرار. ونعتبره آليات الديمقراطية التشاركية فيها مسائل تتعلق بالأعراض الشعبية، بالاستفتاءات المحلية، بالحوار، بالجلسات العامة داخل المجالس هذه. هذه كلها آليات الديمقراطية التشاركية. أحد من بين آليات الديمقراطية التشاركية. نعتبره أنه المرحلة القادمة إذا بالفعل وهذا مطلوب من يعني المواطنين والقوى الديمقراطية والتقدمية ومعناها جمعيات المجتمع المدني أنها تحرص وأنها تعمل على تثبيت ما وقع إقراره في الدستور فيما يتعلق بالسلطة المحلية، لأنه عمق الثورة هو باب السلطة المحلية. هذاك من خلاله باش يتم بالفعل فرقعة نفوذ السلطة المركزية اللي تعرفوه كما هو مازال إلى حد الآن، فرقعته من خلال المجالس البلدية، المجالس الجهوية، والمجالس كجبهة شعبية في سبع عمود. إن شاء الله نحن نشوفوا النجاعة. إذا المسألة هي عندها مردود فعلي، لأنه في الكلام